أحكم تنزيله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونرجو الله تعالى أن يكون اجتماعنا هذا فرحا في طاعة الله سبحانه وتعالى حينما يفرح غيرنا بغير طاعة الله. الله تعالى أباح لنا أن نفرح ولكن في طاعته، فالفرح فرحان، إما أن يكون في طاعة الله وإما أن يكون في معصيته. فالله تعالى أباح لك أيها المؤمن أن تفرح ويسر قلبك وتبتهج، ولكن ضمن شروط طاعة الله سبحانه وتعالى. قد استشفوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي الإمام البخاري خالف المشركين، استشفوا هذا المعنى من كلامه فأرادوا مخالفة اليهود والنصارى الذين يحتفلون بمعصية الله في هذه الليلة، فأقاموا عكس ما يريدون وهو طاعة الله سبحانه وتعالى والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب فيما لم ينزل عليه أمر الله تعالى أن يظهر شيئا من الاقتداء باليهود والنصارى فيما لم ينزل عليه أمر. كيف ذلك؟ لا يقتدي بهم في طاعاتهم وعباداتهم، إنما مثلا حينما قدم المدينة قالوا لهم يا رسول الله يوم التاسع من عاشوراء أو يوم العاشر من محرم الذي يسمى عاشوراء تصومه اليهود، فدعا ببعض اليهود فسألهم لم تصومون هذا اليوم، فقالوا ذاك يوم نجى الله تعالى فيه موسى ومن معه من فرعون، فهم يصومون احتفاء بذكرى نجاة سيدنا موسى ونصره ونجاته وخذلان فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، نحن أولى لأننا على الدين الحق الذي جاء به سيدنا موسى وخالفتموه أنتم، فصامه وأمر بصيامه. في العام القابل أيها الإخوة أراد أن يصوم غير العاشر معه يوما آخر، فقال لئن عشت إلى قابل إلى سنة قادمة لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. لمن؟ لكي يخالف اليهود والنصارى. بداية الأمر وافقهم على ما فيه رضوان الله، وما فيه رضوان الله أراد أن يخالفهم فيه. تصوم كما تصوم في اليوم الذي تصومون فيه الذي نجى الله تعالى فيه موسى، لكنني سأخالفكم في يوم آخر، أصوم يوما آخر زيادة على اليوم الذي تصومون فيه كي أخالفكم فيه. إذن من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود ونخالف النصارى ونخالف المشركين. علينا أيها الإخوة في زينا، في ملابسنا، في هيئتنا، في أجسامنا، في تصرفاتنا، في كلامنا أن نخالف اليهود والنصارى. كثير من الناس اليوم من شبابنا يتزيون بزي اليهود والنصارى في ملابسهم، فترى كثيرا من أغنيائنا اليوم في تصرفاتهم وفي أخلاقهم وغير الأغنياء